أعزائي المتابعين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم مع نبات منزلي جديد، وهو نبات المونستيرا أو القفص الصدري أو كف الدب، وجميعها أسماء لنبات واحد تختلف أنواعه كاختلاف أسمائه، ابتداء من المونستيرا الكلاسيكية مرورا بقناع القرد أو المونكلي، وانتهاء بالذي سوف نعمل على زراعته اليوم وهو الميني مونستيرا، وهو أندرها وأغلاها ثمنا وأكثرها طلبا، وذلك لتوسط حجم أوراقه وشبهه الكبير مع نبات المونستيرا الكلاسيكية ذات الأوراق الكبيرة. تعد طريقة الإكثار بالتجذير في الماء لنبات الميني مونستيرا هي الطريقة المثلى والأنجح للحصول على نبات جديد قوي ومتعافي، ولكن يجب على الهاوي أن ينتبه لأمرين اثنين: الأول خلو ماء التجذير من الكلور وعدم انخفاض حرارة الماء، أما الأمر الثاني وجب فيه تغيير هذا الماء كل أسبوع على الأقل، ويراعى في ذلك الأمر الأول عند تغيير الماء. وكما ترون فهنا لدينا نبات ليس بالكبير كثيرا، ولكن نتيجة ميلان الساق سوف نأخذ الجزء المائل بعد قصه ونضعه في وعاء زجاجي فيه الماء الذي ذكرناه آنفا. ويجب وضع الفرعة المأخوذة مع الوعاء في مكان دافئ داخل الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وبعيدا أيضا عن تيارات الهواء الباردة. وبعد أسبوع واحد سوف تبدأ الجذور بالظهور، ويمكن للمرء بعد أسبوعين وبعد أن تكبر الجذور أن يقوم بنقل الفرعة إلى تربة الإصيص. فكما ترون أمامكم الآن فإن الجذور قد أصبحت جاهزة لأن تمد النبات بالغذاء إن هي وضعت في التربة. وكما ذكرنا في فيديوهات سابقة كفيديو زراعة نبات البوتوس، والذي سوف أترك لكم رابطه في أسفل الوصف، وجب علينا اختيار تربة خفيفة قليلة المواد العضوية، وذلك تجنبا لتعفن الجذور وخسارة النبات بعدها. وكالعادة نضيف هذه التربة للوعاء، وقبل أن يمتلئ هذا الوعاء باثنين أو ثلاثة سنتيمترات نترك هذه المسافة لكي يكون هناك مجال للماء من أجل السقاية والري. وبعدها نضع النبات الجديد في مكان يصله الضوء دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويمكننا تسميد النبات بعد شهر من عملية النقل من الماء إلى التربة، وبعد التأكد من تخطيه صدمة النقل
وذلك بسماد عالي الأزوت أو النيتروجين، كما هي حال جميع النباتات التي يكون جمالها في أوراقها. كان هذا ملفا حول إكثار نبات الميني مونستيرا. طيب الله أوقاتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.